النهاردة فيديو مختلف شوية. هو شارع او من جزء من شوارع بريطانيا، بس هاخدكم النهاردة في جولة لحديقة حيوان انجليزي. الفرد بعشرين جنيه استرليني، ولازم تحجز كمان ركنة العربية. فهنشوف الجوامع، هنشوف الفلوس اللي احنا دفعناها دي هنتفرج عليها بشوية حيوانات ولا لا. يلا بينا. دفعت التذكرة، الشباك وراي هوت. فاحنا داخلين دلوقتي الزو، هنشوف الجو عامل ازاي. النهاردة الجو حوالي خمس درجات مئوية. الناس بتقول جو اسكندرية دلوقتي مش اللي هو. يلا بينا هنشوف الجو عامل ازاي النهاردة ونستكشف الحديقة. لحد دلوقتي ملاقيش الا بومه، مش عارف البومه وشويه خرفان. عشان انا قلت لكم هتقلب على خرفان وحمير والكلام ده، بس ان شاء الله هنلاقي اسد وحاجات من دي جوه. فمكملين مع بعض يا جدعان، ما تخافوش. زبرا هو مش شكله زعلان ليه؟ مش عارف هو زعلان. تعالوا نشوفوا الحيوان اللي جاي. مشكلة الجو بقى دلوقتي بيمطر وبقت حاجة رخمة المفروض اللي هنا في تشيتا في المكان هنا، بس في لسبب ما عشان الجو وحش برضو مش لاقيها. المفروض اللي هي بتبقى فوق الشجر او مستخبية ورا اي مكان من الاماكن دي، بس مش لاقيها برضو. المشكلة فينك يا تشيتا؟ فينك يا تشيتا؟ المكان ده كمان لو انتوا شايفينه ورايا دي زرافة، بس الزرافة مش موجودة برضو. الجو بطل يمطر، نخلع دي بقى، شعرنا باظ. ايه الحيوان اللي انا داخل عليه دلوقتي؟ حيوان اللاما، ساوث امريكان انيمال ده. Yeah, where it's coming from, South American. حيوان اللاما. تعالوا نتصوروا معي. ورايا هو. هيجي؟ استنى كده اشوف هيجي ولا لا. كور 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 كور. تعالى تعالى، مش عايز يجي، مش عارف ليه. الحيوان ده موجود جوه، بس طبعا الجو بيمطر فمستخبي. شكله ثعلب من ساوث امريكا، امريكا الجنوبيه. الحيوانات متخدره من البرد، مش عايزه تتحرك من مكانها. حتى حاولت ادي له اكل برضه مش عايز يجي. امبارسنج، حاجه كانت كاسفه قوي. مش عارف حديقه حيوان مفتوحه ما فيهاش حيوانات دي. لهفوا مني 20 جنيه، 20 جنيه استرليني، ومفيش اي. انا عايز الحيوانات الشوارع، عايز الاسد اللي هو بينعر في القفص ده، الحاجات اللي احنا بنشوفها على طول كده لما نروح حديقه حيوان في مصر. ما فيش الكلام ده خالص. See what he's doing. Who? Oh.
ده ايه سلابت؟ ليه؟ انا غاضي الساقية. صراحة لحد دلوقتي واحدة من أسوأ حديقة الحيوانات اللي أنا زرتها في حياتي. مفيش ولا حيوان شفته عليه الطلب أو بيبقى حلو خالص، مش عارف ليه. أنا داخل دلوقتي عند حيوان الفلامينجو. عارفين الحيوانات اللي هي رجلها رفيعة خالص دي وبتبقى واقفة في البهامز؟ I'm filming. فكرة المشكلة عشان الجو بيمطر فأغلب الحيوانات مش موجودة. زي ما انتم شايفين الجو بيمطر فوقية، بس انا مقص على العدسة شوية، فالحيوانات كلها مستخبية ورا. Only monkeys. Sorry, it's picking up all the things you want to eat. Yeah, his leg popped up. It's like Ted's. عايزة البحر. أخيرا لقيت حيوان يفرح الواحد. أسد البحر بحقه حقيقي. كفايه كده، نشوف بقى الحيوان اللي جاي. ايه الحيوان اللي جاي بعديه؟ تقريبا دخلنا كده في الحاجات اللي الواحد اصلا جاي هنا عشانها. اسد البحر، الاسد، الفهد، النمر، الكلام ده. انا شفت الفهد بس عشان الجو مشبر جوه الازاز كان صعب شويه اللي انت تشوفوه. تعال نخش جوه هنا شوف ايه اللي جوه هنا. ايه اللي جوه هنا بالظبط؟ اه بطريق. بطريق. بينجوين. دخل استخبى جوه العش بتاعه. مور بينجوين. بطريق. Do you remember when you did a little dance for them and they were copying you? He's not become famous like Penguin. Yeah. But Penguin was looking at the camera, literally dark like that. We'll bye bye Penguin. تعال نشوف احنا هنخش ايه تاني. خلصنا جولة البنجوين، تعال نشوف هنروحوا فين تاني. المكان ده كله المفروض يبقى فيه قرود والكلام ده، بس الجو بيمطر كله مستخبي. المفروض ده كل المكان ده للأسف الشديد كله مستخبي دلوقتي. You might have changed it, and then we do have the giraffes on as well at 1 o'clock. حاطين
جوز فران وبيقولوا عليهم حيوانات. لحد دلوقتي الحيوانات اللي داخل دماغي هي اسد البحر اللي كان بيعوم في حمام السباحه. غير كده كله في الاونطه. خدوا مني 20 جنيه و5 جنيه عربيه عشان ركنت العربيه على ما فيش. كل اللي اخدته مطره فوق دماغي خلاص. بس على صورت لكم الدنيا عامله ازاي يعني. طبعا انتوا عايزين تشوفوني كل يوم. علقوا في الكومنتات يا جدعان، علقوا ايه اللي عاجبكم، ايه الاماكن اللي انتوا عايزيني ازورها في الكام يوم الجايين دول، خصوصا راس السنه وبعد راس السنه. علقوا في الاماكن دي. بنلو اكل الحيوانات بالبجي. هي بس المكان ده مليان برك ميه وخلاص. كامو دلوقتي داخل على جمال من منغوليا، اللي هي جمال اللي هي شكلها بني وضخمه دي. سنو ليبرد. See the eyes to adjust to the brightness of the snow. This one hurt its eye. Somebody damaged its eye. Must have been fighting. See there? Yeah. Its left eye. Got dripped off. شكلهم كانوا في خناقة. العين اليمين بتاعتها مش موجودة. بص بص دايركت تو ذا كاميرا. عندهم خمول شتوي. بغبغان. وما لهم الشعلين فوق كده ما ينزلوش تحت لينا ليه؟ جايين ورايا. كمان بغبغان شايفيني فوق. شكلهم جميل قوي. كمان الطائر ده انواع الطيور ايه دي؟ علقوا في تحت في الكومنتس، لان ما اعرفش الطيور دي شكلها او جايه منين. خصوصا الطير ده اللي هو شكله رايح جاي عليا ده. اللي يعرف يعلق في الكومنتات يقول لي الطيور دي جايه منين او موطنها ايه. بس كان يوم حلو النهارده يعني. انا اليوم انا اتبسطت فيه قوي، بس ما اتبسطتش في حكايه ان على طول الجو بيمطر. شايفين الوانات الطيور عامله ازاي؟ منين الطائر ده؟ ساوث امريكا. الواتهم جميله قوي. سبحان الله ربنا يعني في خلقه شهود. الطائر لونه برتقاني فاتح يعني في الكاميرا مش حلو قوي، لما نشوفه على الطبيعه بدات تمطر بطريقه رهيبه كمان. يا رب الكاميرا دي ما تبوظ، لان الكاميرا دي مش ووتر بروف، مش ضد الميه. ف احنا بقى في طريقنا لبره. كان خرافيه. شايفين المكان عامل ازاي؟ في تنده، الجو بيمطر، وحاجه ايه
حاجة خرافة خرافة خرافة. كنا عشان الجو بيمطر الكاميرا out of focus. فوكس. لو انت في قريب من نوريتش او عايش قريب من نوفك او ابسويتش او كامبريدج, تعال زور الحديقه دي, جميله على فكره, بس ما تجيش والجو بيمطر او ما تجيش في الشتاء, خليك في خريفي او ربيعي او صيفي يفضل, لان الحيوانات اكتر بتبقى بره. سفيك كاو, تعالوا نشوفوا ايه اللي جوه هنا. شايفين فران كبيرة, خنازير, معيز, معيز. طبعا الناس اللي عايشة في أريافها في المعيز شكلها عامل ازاي, مش طلوبة يعني, انا اقول لكم معيز عاملة ازاي. شوية معيز وشوية فران هنا بتتاكل, بس هي دي كان في طريقة, ما كانش اصلا, انا ما كنتش ناوي ان انا اصور, بس دي اللي انا لقيته. لو عجبكم الجولة علقوا في الكومنتس, ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة. دلوقتي انا في طريقي للعربية وراجع البيت بقى. هو المكان يا جماعة مكان كويس مش وحش يعني, مكان بيبدأ من هنا. فلو انت لو انت قريب من إبسويتش او نوفوك بنا زو, تعالى وزورها تعجبكم. شوفين كله شيء, لابسين جزم طويلة والكلام ده, محضرين نفسهم. انا كنت مفكر نفسي في اللي في الصيف. ده زو شوب, لو انت عايز تشتري بقى اي حاجات من هي تفهم ميموريز والكلام ده, خش هنا المحل وهتلاقي قرود بقى وحيوانات ولعب واطفال والكلام ده, تخش وتشتري كنوع من الذكرى, تفهمين, تعمل اشتراك شهر اشتراك سنوي وتدخل هنا زي ما انت عايز. مش وحش عامه يعني, خصوصا لو انت عندك اطفال والكلام ده, ممكن تعمل اشتراك شهري وتيجي وتدفع فلوس وما تدفعش فلوس لان انت بتشترك كل شهر, وخصوصا لو عندك اطفال. مش وحش, علقوا في الكومنتس ايه رايكم. سلامة حديقة الحيوان, تعالوا زوروا حديقة الحيوان دي, اوكي هتعجبكم. اسمها هنا وات, كانت رحلة شيقة في طريق بقى دلوقتي للبيت. لو انت بتتفرج على الفيديو ده وعجبك تشترك, تعمل اشتراك, شيره, ظبط حالك كده معنا. كان يوم شيق مقولكوش يعني, جميل جدا. لقيت شمسية بس مش عارف افتحها.
اخيرا معنا شمسيه. دي الجراج بتاع العربيات، هو الكار باركينج. لازم تحجز اونلاين، ما ينفعش تيجي هنا وتدفع التذكره كده على ماشي. ده اللي انا اكتشفته النهارده. بس كان يوم كويس. ده كار بارك. وكان يوم حلو يعني، عجبني. الانجليز كلهم بيبصوا عشان طبعا انا بصور، هم شغالين على الكلام ده. Where's my car? Where's that?